أكثر من سنتين ونصف والدكتور كمال طه يتنقل بين الدوائر الحكومية في البصرة من أجل إكمال معاملته التقاعدية كحال بقية موظفي التربية والبترو المحالين على التقاعد، لكن لغاية الآن لم تكتمل. يقول التدريس كمال إنه قضى أوقاتا صعبة بالتدريس خلال مسيرته التي استمرت 45 عاما، ومكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها يرويها لنا. أنا الأستاذ المساعد الدكتور كمال موني طاهر المنتسب للكلية التربوية المفتوحة، خدمتي 43 سنة وحلت على التقاعد وأكملت معاملتي من 2019 وحلت على التقاعد، ولغاية الآن لم أستلم درهما واحدا من الدولة. حصلته أنا قاعد هسه قبال التقاعد، لو قاعد بالشوارع وبالشمس أطالب بالحقوق. طبعا احنا عشنا هذا الزمن وكتبنا على الحيطان قبل، وكتنا في كل مكان ودرسنا، درسنا بالهور، درسنا بالأرياف. تظاهرات المتقاعدين من موظفي التربية والبترو لم تنقطع للمطالبة بإكمال معاملاتهم التقاعدية التي لم تكتمل منذ سنة كاملة أو أكثر. الخلافات بين تربية البصرة وهيئة التقاعد العامة دفعت ثمنها الشريحة التي خرجت الأجيال، لأنها تعاني اليوم التهميش والحرمان. ما معقولة معلم يفترش الأرض، يفترش الأرض أكثر من عام ونص، رئيس هيئة الوطنية للتقاعد يتحكم بمصير ملف المتقاعدين، المفروض يجيب له تقاعد لحد باب بيته. وصلنا رسالات كثيرة، طلعت التربويين كثيرا، مع الأسف الشديد وصلنا إلى أعلى جهات، خاطبنا أعلى جهات. هذا الربع الأجيال تالي تذليل، تالي ذخانة خطية، تالي تبدون راتب، تالي معاملة سنة كاملة ما مشيها مدير التقاعد العامة. ليش؟ شنو الذنب سوى المعلم؟ مو بس المعلم، الشرائح البقية. وتعاني شريحة التربويين الذين أحيلوا على التقاعد ولم تكتمل معاملاتهم التقاعدية أوضاعا صعبة، فهل تكون الجهات الحكومية جادة بإكمالها للمعلم الذي كاد أن يكون رسولا؟ للتغيير، يونس الرباعي، البصرة.